الخبر الاولي عندنا عن انس الشايب وش الغريب اللي صار. فما اعرف شو اللي صار حاليا، دخلوا على قناه انس الشايب راح تشوفون انه ماكو ولا فيديو نازل بالقناه وانا ما مسح كل الفيديوهات. اما اللي سويه فصراحه ما ادري، ولكن اكو ثلاث تسريبات الموضوع. اول شيء انس الشايب قاعد يحضر لنا مفاجاه رهيبه، واللي راح تكون اغنيه بيبي سان اسماعيل اللي كانوا عليه من خلالها انه بس وصل 2 مليون راح ينزلون هذه الاغنيه. اما بالنسبه للتفسير الثاني فبعض الناس طلعوا اشاعات انه بيسان هي بس وصلت لالمانيا صارت خاينه وتحاول ترضي انس الشايب اللي هو حاليا معصب وزعلان. فلا تظهر يمسح صوره بالانستغرام وما قاعد ينزل ستوريات، ولكن بيسان اسماعيل قاعد تنزل ستوريات ولكن انس الشايب ما قاعد يعبرها ولا قاعد ياخذ التاجات. فما ادري صراحه، اكتبوا لي احبابي بالكومنتات شنو توقعاتكم من هذا الموضوع بالضبط. اما بالنسبه للتفسير الثالث قاعد يسوون مقلب مو اكثر، او بسبب مقطع اللي نزله محمد اجواني واللي كان انه سافر لالمانيا. هذا يمكن ضايق من الموضوع، حذف شويه مقاطع. على كل اكتبوا لي بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بهذا الموضوع، شنو تفسيركم الى بالضبط. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو انس شايب. فاحمد الرشيط نزل على حساب انس شايب بالانستغرام شويه ستوريات اللي يعني من خلالها انه انس شايب راح ينزل مقطع الساعه 9 باكر راح يشرح فيه شنو الموضوع اللي قاعد يصير، وليش كل المقاطع حاليا من قناه انس شايب محذوفه، وليش قاعد يحذف الصوره بالانستغرام وما قاعد ينزل اي شيء. ما ادري صراحه، راح احطكم الستوريات حاليا شوفوا عم تفهمون القصه بالكامل. وهلا والله، اول شيء انتم مستغربين ليش انا الحين على صفحه انس. انس جاء عند البيت كان حيل متضايق وقاعد قال لي انت صور الستوري عني لانه ما يقدر يصور، بس قال لي شوف على ادخل على صفحتي على اليوتيوب مثل ما تشوفون هاي صفحتها مليونين مشترك ما فيها ولا فيديو، فعل الجرس تشوفوا الفيديو بكره راح يتاخر اخر 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 فيديو غصبا عنا الحين بخليه يرجع الفيديوهات، لانه اكثر شيء يضر في لليوتيوبر انك تمسح كل قناتك، تمسح كل فيديوهاتك، لان هاي الشيء راح يضرك ما راح يخليك تكبر. انت هو كانت قناته قاعد تزيد، وصل للمليونين وقاعد يزيد، هالحركه اللي عملها الحين راح تخسره اشياء كثيره، فانا مو فاهم ليش سوى هالشيء. بقعد معاه واحاول ارجع كل الفيديوهات، انتوا اشتركوا في قناته، فعلوا الجرس، ولا تنسون بكره الساعه 9 راح يكون في فيديو، ان شاء الله هاي الفيديو يبرر فيه شنو اللي خلاه. ومثل ما قلت لكم انا عند كلامي اقنعته انه يرجع الفيديوهات. لحظه، هاي قناه انس مثل ما تشوفون، قبل شوي كان ما فيها ولا فيديو، الحين رجعوا الفيديوهات. بس المشكله اللي راح يعاني منها انه الحين ما راح تزيد المشاهدات نفس اول، ولا قناته راح تزيد نفس اول. فبس يلا على الاقل انه رجعنا القناه، وبكره على الساعه 9 راح تعرفون كل شيء، ففعل الجرس. اما اليوتيوبر الثاني اللي عنده فهو نور مارف. نور مارف نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلالها انه راح ينزل مقطع باكر ويا نيرمين مار، وهذا المقطع راح ينزل على قناته الساعه 4. المقطع راح يكون ناري، راح احطكم الستوريات شوفوها. حزام ما صورت لكم فيديو بكره يوم الخميس. بكره الساعه 4 خليكم جاهزين لفيديو خرافي. شعري مو باروكه، حسه باروكه. هلو مظهر نيجا. الخبر الثالث اللي عدنا عن اميره الحسين ووصول حسابها بالانستغرام ل 700,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان ورد على احمد ابو الروب. الاشخاص اللي ما يعرفوا ايش اللي صاير، احمد ابو الروب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي كان ديستراك على غيث مروان، ولكن طبعا يا حبايب الموضوع مجرد كذبه مو اكثر، ومجرد مسحه عمود يحمسون الجمهور. وغيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كان يسوي رده فعل على اغنيه احمد ابو الروب، وشويه صار يسمسخر عليه ويستهزئ بيه. راح احطكم الستوريات. شو عم تعمل؟ عم بشتغل. كيف عم تشتغل وابو الروب منزل غنيه اليوم على اليوتيوب؟ يا زلمه ابو الروب بالغنيه وغنيه يس اليوم نزلها، خلينا نسمع. يلا امشي نفوت على الحمام، يلا لانه بتخلص. اوف 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 كانه لحس الجزر. الكيس مش الجزره بس في حيوان بحب الجزر. لا في الحمار كمان بياكل الجزر كثير. مظبوط الحمار صح ليك الحمار. والله اذا فتح حالك مين ولا مين ولا ماشي لي بالشارع ولا بالشرطات والقصر. وبعد احمد ابو الروب نزل على حساب بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوري صار يرد بيها على غيث مروان ويستهزئ بيه. وبغنيه اللي هي بدي اسافر راح احطكم الستوريات شوفوا شلون صار يستهزئ بيه. غيث قاعد بلمح انه بده يعمل دس علي، تمام؟ بس حاب احكي له اذا بدك تدسني بليز دسني دس قوي، ما تكون زي اغانيك الثانيه. انا بدي اسافر يعني انا تخيلوا هذا لو دسني كيف بيكون. ابو الرب مش شاطر. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون هذه الدراما حتكون حلوه او لا.
الخبر الخامس اللي عدنا عن اسو ليش هي متضايقة. فاسو نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات وهذه الستوري كانت كاتبة صار كم يوم تعبانة واليوم كله اكون نسانة حيل. اول مرة هيك يصير بي، تعرفون النشاط اللي انا اكون بيه يوم تصوير ومكياج بس هالكم يوم غريبين، احس انه مو انا او كل شيء غلط ما اعرف شنو هو، اريد ارجع للروتين الطبيعي اللي تحبوه واني هم احبه. والله يفرج عليها يا رب وان شاء الله ترجع بسرعة وقت. وطبعا جادو فراب نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح بيه نارين اليوتيوب وغيرها من اليوتيوبر. وبنفس الوقت استرب لكم شوية من اغنية جديدة راح تنزل، روحوا شوفوا المقطع احط لكم اياه بالوصف. وبس وصلنا مقطعات من المقطع عجبكم لا تحطون لايك، اشتركوا بالقناة، شاركوا فيزياء مقطع من القصص. وبس مع السلامة.